الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكن كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله على قدري أصوغ لك المدينة ومن هن صاغه ربي صريحا ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا ولكنك من قلبي فأسعد بالوصال فتى جريحا وداوي بالوصال فتى عما يروح القرب منك ليستريحا. فموسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صحيحا. ألم نشرح ونشرح بيانا لأجلك سيدي أضحى ضحيحا. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة كما بدأنا مسك الختام آيات الله البينات يتلو علينا ملك الإبداع الأول ملك المقامات الأكثر شعبية دولية حول العالم الإسلامي والعربي الذي شرف مصر عبر الحفل الدولية والذي جاب أكثر من 43 دولة حول العالم الإسلامي قاري اتحاد الإذاعة المصرية الجزيرة المصري طويلة لغاية العلم دكتور عبد الناصر قرار فليتفضل صاحب الفضيلة.
بسم الله. لقدام يا شيخ صعيب، لقدام ده مش شغال. بسم الله استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فيكم رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم
الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وإن طائفتان من المؤمنين
إحداهما على الأخرى فقاتل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين الله يبارك فيك بالعدل وأقسط بالعدل وأقسط إن الله يحب المقسطين لا خلاص تقبل منا منكم يا قرات يفتح عليك يا دكتور يا ملك المقامات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله
حاضر 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 كل واحد له طلب ما ينفعش كده يا جماعة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا واتقوا الله لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فيه أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم. اللهم جملنا بالقرآن الكريم. اللهم اهدنا بالقرآن الكريم. اللهم اغفر لفقيهنا وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وصبر اهله يا رب العالمين. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته وارزقه الفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم عمر وحرر وريحان والنور والرضوان وكن عنه يا رب راضيا عن الغيب والضال حتى ياتي يوم القيامه امينا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا واغفر اللهم لنا وله ولموتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل العسر ترابا والحرير فراشا وطيب مضجعا وعطر مشهدا. وقل له يا رب بعد العبيد حبيبا ولدعائي له سامعا ومجيبا يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ختمت ليلتنا بالذي خير هي 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 هي